مع الحدث. أهلا بكم أيها الأحبة، متواصلين معكم في صباح الشباب. نقول من أجل موائمة أكثر مع برامج وتخصصات التعليم العالي لمتطلبات سوق العمل، طبعا يجري هناك مسح يعتبر من المسوحات المهمة جدا، وهو مسح الخريجين لعام 2015. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع تنضم لنا في هذه الدقائق الدكتورة فاطمة بن سعيد الحجرية، مديرة دائرة مسح الخريجين بوزارة التعليم العالي. دكتورة فاطمة صباحاتك خير، أهلا وسهلا. صباح النور وأهلا وسهلا فيك. الله يعطيكم العافية. ودعينا مباشرة نتكلم عن هذا المسح. طبعا يعني الهدف الواضح من البداية أنه محاولة إيجاد هذه الموائمة ما بين التخصصات المطلوبة وسوق العمل، ما هي الأهداف الأخرى التي قد يحققها مسح كهذا؟ طبعا هو أولا إحنا نبدأ أن مسح الخريجين هو عملية متابعة دورية لخريجين مؤسسات التعليم العالي بشكل عام، ويهدف الأهداف لمسح الخريجين هي عدة أهداف، منها تقييم مستوى مخرجات نظام التعليم العالي من حيث معارفهم، مهاراتهم، الكفايات اللي تكتسبوها أثناء الدراسة، ثم تقييم ما يتطلبه سوق العمل من هذه المهارات ومن هذه الكفايات من حيث ما تتطلبه أعمالهم ووظائفهم. أيضا يهدف مسح الخريجين 2015 إلى معرفة مدى موائمة برامج وتخصصات التعليم العالي عامة لمتطلبات سوق العمل، وإحنا هنا نقصد أي التخصصات أكثر توظيفا في سوق العمل، ماذا يحتاج سوق العمل من تخصصات ومثل هذه الأشياء. أيضا يهدف مسح الخريجين 2015 إلى توفير تغذية راجعة لمؤسسات التعليم العالي عن الكفايات والتخصصات المطلوبة، يهدف إلى توفير تغذية راجعة إلى الجهات راسمي السياسات عن الخريجين أين تم توظيفهم، الباحثين عن عمل والعاملين أيضا. ومثل ما قلنا طبعا من قبل انه هو توفير معلومات وبيانات عن البرامج المطلوبه في سوق العمل. طيب هذا المسح كيف سيتم دكتوره للحصول على اكثر البيانات دقه؟ طبعا المسح مسح الخريجين 2015 راح يبدا ان شاء الله من مارس 2015 وراح يستمر الى ابريل 2015، واحنا ندعو من هالبرنامج جميع الخريجين لدفعتين، وهما دفعه 2009 2010 خريجي 2009 2010 وخريجي 2012 2013 انهم يدخلوا لموقع مسح الخريجين 2015 واللي هو www.ogss.gov.om، ويدخلوا للاستبانة، يسجلوا بأرقامهم المدنية ويشاركوا معنا في المسح. طبعا احنا كمسح خريجين 2015 نعتمد على قواعد بيانات أولية أيضا. احنا معنا بعض المعلومات عن الخريجين لهذين الدفعتين من الأحوال المدنية لشرطة الأمانة السلطانية، معنا بعض المعلومات عنهم من الهيئة العامة لسجل القوى العاملة، معنا بعض المعلومات عنهم من النظام الإحصاء لوزارة التعليم العالي، فإحنا أوردي معانا بعض المعلومات أو قواعد البيانات عن الخريجين المستهدفين من مسح الخريجين 2015، وراح نتواصل مع الخريجين المستهدفين عن طريق الرسائل النصية القصيرة، ونتمنى إنهم يشاركوا، لأن نجاح هالمشروع يعتمد على كيفية مشاركتهم، مدى مشاركتهم والتواصل والتفاعل مع مسح الخريجين 2015. وطبعا راح هذا يرد بالاستفادة لجميع أو لكثير من شرائح المجتمع، منهم الخريجين أنفسهم راح تكون هناك وراح يلاحظوا فوائد كبيرة للخريجين، لأولياء الأمور والطلبة اللي راح مثلا في الدبلوم يريدوا يعرفوا إيش من التخصصات يطلبها سوق العمل، وين راح أكون أنا بعد ما تخرج، وكثير من المعلومات تفيد العديد من الجهات في المجتمع العماني. نعم، حاليا يعني ما هي التحديات التي تواجهها وزارة التعليم العالي في مسألة البيانات المتوفرة عن الطلبة، وبالتالي وجود مسح كهذا مع كل هذه الجاهزية للحصول على هذه البيانات يعني من الممكن أن يتغلب عليها؟ إحنا حاليا ما نواجه وزارة التعليم العالي هو انقطاع المعلومات أو انقطاع التواصل ما بين
الوزارة والخريجين، فإحنا يعني نتابع الخريجين، نتابع الطلبة في جميع مؤسسات التعليم العالي، توصلنا توردنا معلومات عنهم، بس لما يتخرج الطالب من أي مؤسسة تعليم عالي ينقطع التواصل، فهناك تنقطع صلة الوصل أو الوصلة التي تعلمنا أين هم الآن. نريد أن نعرف آراءهم، نريد أن نعرف قصتهم من بعد ما تخرجوا من مؤسسات التعليم العالي، كيف حاولوا الحصول على وظائف، ما هي السبل والوسائل التي استخدموها، هل كانوا ناجحين في هذه الوسائل، هل واجهوا صعوبات معينة تتعلق بتخصصاتهم للحصول على وظائف، هل كانت الصعوبات متعلقة بالمهارات التي اكتسبوها من الدراسة، لم تكن المهارات كافية لتعينهم في مجال العمل. نريد أن نعرف قصصهم وآراءهم من حيث تقييمهم لمرحلة الدراسة، من حيث رحلتهم في البحث عن عمل، من حيث وظائفهم وعملهم الآن وماذا يواجهون من صعوبات وتحديات في عملهم، وإن كان يحتاجون إلى تدريب إلى دراسة أخرى، هل مثلا مؤهلاتهم إذا إحنا نتكلم عن الدبلوم أو البكالوريوس هو كافي للدراسة التي يدرسونها أو للوظيفة التي يشغلونها حاليا، أم يعتقدون أنهم يحتاجون إلى المزيد من الدراسة والتدريب. فهذه هي هذا ما يحاول مسح الخريجين 2015 أن يذلل هذه العقبات. نريد أن نوجد هذه حلقة الوصل، نريد أن نوجد حلقة الوصل ما بين وزارة التعليم العالي وبين الخريجين، وأن تأتينا هذه البيانات من أجل أن نشاركها الرأي العام، من أجل أن نشاركها جهات الراسمة للسياسات في السلطنة، سواء سياسات التعليم العالي أو سياسات التشغيل في السلطنة، من أجل المصلحة العامة الكبرى. وطبعا أنا أريد أشير هنا إلى أن مسح الخريجين 2015 هو أول مسح وطني يشمل جميع الخريجين من جميع مؤسسات التعليم العالي في السلطنة وخريجي البعثات الخارجية، فأي خريج عماني تخرج من أي دولة أو أي مؤسسة خارج السلطنة في الدفعتين اللي ذكرتهم أول بعيدهم الحين هم 2009 2010 2012 2013، رجاء أن ساهموا معنا في مسح الخريجين 2015 وخبرونا قصتكم، خبرونا شو صار بعد التخرج. نعم، يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى أيضا من خلال صباح الشباب سيتم تذكير الدفعات اللي ذكرتيهم 2009 2010 2012 2013 لهذا المسح. لكن دكتورة فاطمة، الآن بعد عملية المسح ما هي المرحلة الثانية؟ يعني المسح سيبدأ في مارس 2015، بعد هذه العملية ما الذي سيحدث؟ يعني كيف ستطبق كل هذه الأهداف التي وضعت عمليا؟ هل سيكون لكم تواصل مع جهات أخرى؟ ما هي خطتكم؟ احنا بعد المسح سيكون في فترة تحليل البيانات، وبعد فترة تحليل البيانات ستبدأ فترة نشر البيانات. طبعا البيانات في بيانات مختلفة، نوعية البيانات مختلفة، في بيانات سرية لا ندلي بها أبدا وهي أسماء الخريجين، أرقامهم، طبيعة الحال، يعني في بيانات سرية لا ندلي بها. بعض البيانات الأخرى ستقسم البيانات على حسب الجهات التي تهمها من البيانات التي تهم بعض الجهات، ففي بيانات تتكلم عن مرحلة الدراسة ومرحلة والمؤسسة التعليمية التي تخرج منها الشخص، فهذه البيانات نشاركها مع مؤسسات التعليم العالي في السلطنة ونشاركهم ما قاله الخريجون عن مؤسسات، ما هي المهارات والكفايات التي اكتسبوها، هل كان اعتقادهم بأن هذه المهارات والكفايات كافية عندما انتقلوا إلى مرحلة العمل. كل هذه المعلومات تخص وتهم مؤسسات التعليم العالي لتحسين برامجها الأكاديمية التي يطرحوها حاليا، ولمعرفة أيضا أين ذهب خريجينهم، ما البرامج التي يأخذها سوق العمل ويحتاجها ويتطلبها سوق العمل. ثم هناك بعض البيانات التي تهم أرباب العمل بالنفس، وهي بيانات الخريجين العاملين والباحثين عن العمل. فمنذ الآن تردنا بعض الطلبات من بعض شركات القطاع الخاص عن الخريجين الباحثين عن عمل، فهناك رغبة في توظيف بعض الخريجين، هناك رغبة في التواصل مع بعض الخريجين، ولا توجد لدينا هذه البيانات حاليا، ولكن نحن نحاول في مسح الخريجين 2015 أن نحصل على هذه البيانات ونشاركها مع الجهات التي يهمها هذا الموضوع. أيضا سنحاول مشاركتها مع الجهات الراسمة للسياسات في السلطنة فيما يخصها طبعا. نعم، إذا هناك يعني وزارة التعليم العالي ستمد هكذا خط تواصل
بينها وبين المؤسسات الأخرى المعنية بالتوظيف أو بصناعة الخطط التوظيف في السلطنة وفقا لمعطيات كل فترة يعني زمنية. وهذا الشيء طبعا رائع، احنا نتمنى لكم كل التوفيق ونشجع طبعا الشباب اللي يسمعونا حاليا أن يساهموا في مسح الخريجين. دكتورة فاطمة بنت سعيد الحجرية مديرة دائرة مسح الخريجين بوزارة التعليم العالي، شاكرين وجودك معنا في هذه الدقائق من برنامج صباح الشباب. ألف شكر، تسلمي. شكرا جزيلا، كل التحية طبعا لشبابنا، وبإذن الله تعالى يعني الفرص الأمثل تكون مواتية إن شاء الله لمؤهلاتكم كذلك. بس المشاركة في مثل هذه المسوحات ضروري جدا. نلاحظ أحيانا أنه نكون ضعيفين في أدائنا اتجاه المشاركة، مثلا في الإدلاء ببيانات، المشاركة في إحصاءات معينة، المشاركة في مسوحات معينة، رغم أنه كل هذه الأشياء كدراسات وكإحصاءات وكاستبيانات ورقية ولا إلكترونية، كل هذه في صالح الجميع، لأنه نجمع بيانات مستندة على معطيات حقيقية، مستندة على أرض الواقع، مستندة على دراسة وتحليل وغيره، مش مستندة فقط على وجهة نظر، لا، على حقائق ما بين قوسين علمية. صباحاتكم خير، أهلا بكم دائما في صباح الشباب.